السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في المحاضرة أنظمة الويب الكبيرة. هنكمل لعند ما توقفنا المحاضرة الماضية، وما زلنا إحنا في الوحدة الأولى. وما زلنا احنا في تعريفنا للموديل والفيو والكنترولر. المحاضرة الماضية توقفنا عند المثال اللي طرحناه، اللي هي الموديل فاليديشنز، واللي حكينا انه لازم تكون عندي موجودة في منطقتين، المنطقة الأولى في الموديل، المنطقة الثانية في الكنترولر. حكينا هاي الطريقة اللي احنا بنحكي عنها هيك الطريقة خاطئة. لازم يكون عندي الموديل فاليديشنز زي ما احنا شايفين على الشاشة، اطبق اف ستيتمنت او لوجيكال كونديشن زي ما احنا شايفينه، اقول اف موديل ستيت از فاليد، بعدين اطبق الكود، بمعنى انه الموديل فاليد بمعنى باس كل التست اللي انا عامل له اياه في الموديل، وبعدين بكمل الكود بطريقة طبيعية. المنطقة اللي بين ايدينا هذه انه work with the model، بعدين هنا اللي بعدها في حالة انه في مشكلة معينة انا بتعامل مع الكود في هذه المنطقة. طبعا هذا من الشيء المهم عندنا حتى في عمليات التستنج للابلكيشن، لازم اعمل هذه نقول عنها في حالة ان الكونديشن هذه، في حالة الكونديشن والفاليديشنز كلها ترو، هذه في حالة الفاليديشنز لما تكون عندي الفاليديشنز فولس. على كلا الحالتين لازم اعمل تيستينج للمنطقه الاولى وتيستينج للمنطقه الثانيه عشان اتاكد انه في حاله انه الموديل باس كل الفاليديشنز لازم ينفذ المنطقه هذه، في حاله انه فيل لازم ينفذ المنطقه اللي تحت منها. خلينا نميزها الايرور، خلينا نميزها باللون الاحمر. طيب نكمل. هنتعرف على dependency injection، كذلك dependency injection ال ASP.NET Core has built-in support for dependency injection DI and ASP.NET Core MVC controller can request needed services from their constructor allowing them to follow the explicit dependency principle. شوفها مع بعض. انا ممكن اكتب التالي، انا بحاجة الى سيرفيس معينة، ممكن استخدم الانجكشن الخاصة بها زي ما احنا شايفين على الشاشة. بدأ الجملة ب at inject، وبعدين سيرفيس some سيرفيس، واعطيت السيرفيس نيم اللي انا بدي اياها، وبعدين في داخل الكود ال HTML كود بدأنا في استخدام السيرفيس اللي بين ايدينا، مثلا at service name dot get title، كذلك at service name get title كتبناها في المنطقة الأولى وكتبناها في المنطقة التالية. إذا بدأت بهذه الطريقة عملنا injection لسيرفيس وضمناها في ال HTML كود أو باستخدام الروجر كود الخاص بنا. ننتقل بعديك إلى الفلترز. الفلتر كذلك هتساعدني في التالي encapsulate cross cutting concern like exception handle or authorization. انا ممكن اعمل التالي، مجموعة من الكنترولرز يجب ان تكون authorized، ومجموعة من الكنترولرز يجب ان تكون public، مجموعة من authorization قد تكون لفئة معينة وليكن authorization للstudent، authorization للadmin، authorization ل
اللكتشرر. اذا الفلترز او الاثورايزيشن عباره عن وظيفتها تعمل لي اكسبشن هاندلنج اور اثورايزيشن فلترز انيبل رننج كاستم بري اند بوست بروسيس لوجيك. اذا انا بقدر اعمل فلتر عشان ينفذ قبل او بعد البروسيسنج لوجيك فور اكشن ميثود، بنفذ الاكشن قبل تنفيذ اكشن ميثود ممكن استدعيها نسميه بري، او بعدها نسميها بوست، اند كان كونفيجرد تو رن ات سيرتين بوينت within the execution، بنفذها في منطقة معينة في كود معين في منطقة معينة pipeline for given request بناء على request معين. filters can applied to controllers or action، ممكن أنفذها على ال controllers أو على action معينة as attribute or can be run globally أو أنفذها على مستوى ال global على مستوى ال application بشكل عام. Several filters such as authorized هذه شهيرة جدا are included in the framework. Authorized is the attribute that used to create MVC authentications filter. إذا authorized وظيفتها تعمل filters خاص ب authorization. Authorization هي السماح أو عدم السماح لمجموعة من الكنترولرز للتنفيذ إلا بناء على تكون إما public أو تكون عبارة عن authorized. إذا كان authorized ممكن تكون لuser معين أو لgroup of user بطريقة محددة. مثال بين إيدينا authorized public class account controller من نوع controller. إذا اللي بين إيدينا عبارة عن controller authorized يجب على ال end user تسجيل الدخول قبل الدخول قبل تنفيذ الكونتنت الموجود في الاكونت كنترولر. طيب لو قلنا مثال او بدنا سؤال، الكنترولر الحالي عباره عن authorized، ما هو المطلوب منا تعديله عشان احوله من authorized الى non authorized او من private الى public، من authorized او الى اي شخص يستطيع الدخول اليه على الشاشة؟ ما هو المطلوب عشان أحول الكنترولر الحالي إلى public أو unauthorized؟ شو المطلوب مني؟ تعديل بسيط، التعديل ما هو المطلوب؟ طيب التعديل المطلوب بس باختصار شديد جدا، ما علي اللي أمسك منطقة authorization وش يسوي فيها؟ فقط أحذفها. إذا هذا الآن الكلاس الآن أصبح unauthorized. بدنا نعمل authorized، ما إيش لازم نسوي؟ رجع كلمة authorized كما هي. واضح؟ إذا إضافة كلمة authorized وظيفتها تمكن من عملية authorization قبل الدخول إلى الكنترولر، والعكس صحيح، أي method أو أي controller بدي احوله الى public ما علي الا اشيل كلمة authorized. ننتقل الى الاريا. الاريا عبارة عن تقسيم لل large ASP core MVC web application into smaller functional grouping، بمعنى انه انا area شو وظيفتها؟ اقسم الابلكيشن الى مجموعة من نسميه sub application او area، كل area تخص شيء معين. التطبيق بالوضع الطبيعي يحتوي على model controller وview، model مكان واحد عشان اضمن فيه كل المودلز، ومكان واحد عشان اضمن فيه كل فيو، ومكان واحد عشان اضمن فيه كل. اذا كان عندي ابلكيشن كبير وانا بحاجه الى اعمله الى مجموعه من الفانكشنز، ممكن اقسمه الى التقسيمه اللي بين ايدينا. بدي اقول انا بدي انا تقسيمه خاصه بالادمن، وتقسيمه خاصه بالستودنت، تقسيمه خاصه باللكتشرر. والادمن بيصبح يحتوي على
موديل والفيو والكنترولر. ستودنت يحتوي كذلك على موديل فيو كنترولر، والليكتشر بيحتوي على موديل فيو كنترولر. اذا الاريا عباره عن شو وظيفتها؟ Provide way to partition large ASP core MVC web application into smaller function grouping. An area is an MVC structure inside an application in an MVC project. Logical component like model, controller, and view are kept in the different folder, and MVC used naming convention to create the relationship between these components. For large application, it may be advantageous to partition the application into separate high-level area functionality. For instance, مثلا لو كان عندي e-commerce application with multiple business units such as checkout, billing, and search, each of these units have their own logical component, view and controller and model. اذا انا بستفيد منها في عمليه تقسيم الابلكيشن الكبير الى مجموعه جروبينج بناء على الفانكشن اللي انا بدي اياها. نحكي الان عن الويب اي بي اي. الويب اي بي اي عبارة عن طريقة، عبارة عن فيتشر إضافية، عبارة عن ميزة مهمة جدا في الـ ASP.NET Core MVC اللي حتساعدني في التالي. In addition to building a great platform for building website، أنا بحاجة إلى great support for building web API. You can build services that reach a broad range of client including browser and mobile device. اذا انا بستطيع تقسيم الابلكيشن الى اجزاء صغيره منها الويب اي بي اي، والتي ستمكن الابلكيشن لوجيك الحالي انه يتم الوصول اليه من ابلكيشن اخر، من ويب ابلكيشن ثاني، او من خلال ويب موبايل ابلكيشن. لو كان انا عندي التالي، عادة كل ابلكيشن عبارة عن فرونت اند زائد باك اند. فرونت اند هي الواجهات اللي انا بشوفها في المستخدم، بشوف المستخدم ولها طريقة معينة. الفرونت اند كمثال عليها بتكون يكون عند الفرونت اند ويب سايت، والباك اند زي ما هو ما في خلاف اللي هي باك اند، او يكون عندي الفرونت اند عبارة عن موبايل اب زائد باك اند. طيب نقول التالي، الموبايل اب بحاجه الى باك اند من نوع ايش؟ ويب اي بي اي. اذا لما نعمل ابلكيشن بطريقه بروفيشنال بحيث يكون ويب انيبلد موبايل انيبلد، انا بحاجه الى التالي، بحاجه الى بحاجه الى
بحاجة إلى فلنأخذ سلايد جديدة عشان نوضح الكلام. بحاجة إلى التالي، باك اند زائد ويب اي بي اي، ساعتها هأحصل على ويب اب زائد موبايل اب. نلاحظ التطبيقات العادية باك اند وفرونت اند. الباك اند لما نضيف له الويب اي بي اي او الباك اند من نوع ويب اي بي اي، حيكون عندي امكانيه اعمل ابلكيشن خاص بالويب او ابلكيشن خاص بالموبايل. اذا ميزه مهمه جدا اللي هي بتوفر لنا اياها التقنيه الحاليه من خلال الاي بي اي. الاي بي اي حتساعدني عشان انشئ برمجيات خاصه في البراوزر بالاضافه الى الموبايل ديفايس. طبعا هذا الكلام بيتم من خلال سبورت فور اس تي تي بي كونتنت نيجوشيشن وذ بيلت ان سبورت تو فورمات داتا. الداتا تخرج او تطلع بشكل جيسون او بشكل اكس ام ال Written custom format to add support في your own formats. طيب آخر أو يعني الميزة الثانية اللي هي تسمى testability. الآن الفريمورك الحالية مقسمة إلى الأم في الأم والفي والسي، حيساعدني في testability. كذلك الأريا حتساعدني في testability. الويب اي بي اي حتساعدني في التستابيليتي والى اخره. اذا باختصار الفصل بين مكونات النظام حيساعدني بشكل كبير عشان اعمل تيست بطريقه افضل، بحيث اعمل تيستينج للموديل بطريقه منفصله، اعمل تيستينج للكنترولر بطريقه منفصله، اعمل تيستينج للفيو بطريقه منفصله. وكذلك بالإضافة إلى التست الخاصة بالإنموري بروفايدر، بالإضافة إلى الفريمورك الخاصة بها الخاصة بعمليات التستنج. الآن اللي هي حنتعرف على الروجر فيو إنجن، اللي كذلك يعتبر من الميزات المهمة جدا اللي هي الروجر فيو، اللي حيساعدني في ريندر فيو. ريندر إز كومباكت، ساعدني على كتابة ماركب لانجويج بالإضافة للسي شارب كود في مكان واحد. أو باختصار ممكن أعمل ميكست للكلاينت كود بالإضافة إلى السيرفر كود في مكان واحد في ملف واحد. سابقا أنا ممكن أكتب الكود HTML في مكان وسي شارب في مكان اخر او في ملف اخر، وبيصير لهم كومبينيشن بطريقه معينه. وفي عندي شيء يسمى كلاينت، وفي شيء يسمى سيرفر. كلاينت سايت ابلكيشن او سيرفر سايت. وكان في عندي كتابه الكود بطريقه منفصله، لكن في الوقت الحالي بكتب HTML كود بالاضافه للسي شارب كود في مكان واحد، وهذه بيوفر لي سهولة أكثر، بالإضافة إنه بيسهل علي عملية فهم للتطبيق اللي أنا بقوم فيه. الليست اللي بين إيدينا أو الـ HTML كود اللي بين إيدينا، يقال هي بدايته وهي نهايته. هذا عبارة عن HTML كود داخله عشان أبدأ بالـ السي شارب كود. ما علي الا ابدا بشرط ايش؟
at، وبعدين عندي السنتكس الخاص بالفور لوب، في عندي فور اند اي من صفر وحتى اي اقل من خمسه اي بلس بلس. بعدين رجعنا مره ثانيه كتبنا HTML كود ليست للايتم، عملنا انكلودنج لها لقيمه الاي، وبعدين سكرنا الاي، وبعدين سكرنا القوس الخاص بالفور. اذا في مكان واحد كتبنا تو كود بطريقه سهله، وبطريقه تنقلنا ما بين HTML كود ما بين سي شارب كود بطريقه سهله وبطريقه اسهل للفهم. سابقا كان الامر كثير معقد وكثير يعني اصعب في الفهم. لما افصل الكود الخاص في HTML في مكان، والكود الخاص ب السي شارب في مكان اخر، سابقا لازم اكتب هذا الكود في ملفين، سابقا لازم اعمله بهذا الشكل. ناخذ كمان سلايد وناخذ هذا الكلام بهذا الشكل. سابقا لازم اكتب التالي، هي HTML HTML، وهنا بدنا نكتب ايش في ملف تالي بكود او سي شارب كود، نسميه سي شارب كود. في سي شارب كود تكتب التالي فور، واكتب بين قوسين انت اي بتساوي صفر فاصلة اي اقل من خمسة فاصلة، بعدين اي بلس بلس، سكر القوس، وبعدين اكتب التالي اكتب في السي شارب كود، وهان اكتب الجزء الثاني اللي هو فقط اكتب يو ال، واكتب هنا ختامة لليو ال، اختم اليو ال الخاص بي، وسكرناها اليو ال، وبعدين اكتب في داخلها اللي هي الكود الخاص ب اي ال اي ال اي، وانا كتبنا ال ال اي في المنطقة هذه. اعمل انكلود او يعني كنترول فور سي شارب كود، كانت بهذا الشكل. لازم اكتب المكان الكود في مكانين، وبعدين بهذه الطريقة اروح اضمن هذا الكود في منطقة، في المنطقة هذه باستخدام طريقة معينة. فهنلاحظ ان الكلام اصعب وكلام معقد اكثر، لكن في الوقت الحالي طالما بكتب المكان في الكود في مكان واحد سواء كان HTML او سي شارب حيسهل علي الفهم، وحيسهل علي عمليات كتابة، وكذلك حيسهل علي عملية الديبجينج الخاص بالكود. طيب نكمل. طيب نكمل كبيرة باوربوينت. ناخذ المقطع الثالث من الوحدة الأولى. ناخذ مراجعة سريعة على البنفيتس اللي تعرفنا عليها خلال الـ ASP Core MVC. حكينا انه الميزة الأولى عبارة عن MVC Architecture، عبارة عن طريقة معينة، عبارة عن ميثودولوجي معينة تستخدم الـ MVC Concept. الميزة الثانية اللي هي Extensibility، احنا قلنا
انه في الوقت الحالي انه اللغة هذه عبارة عن open source، اذا من السهل على الكوميونتي تتعرف على السورس كود الخاص باللغة وإضافة ما يلزمها. هذا الأساس في الأوبن سورس. أوبن سورس تسمح للكوميونتي عبر العالم من التطوير والاستفادة من السورس كود. كذلك عرفنا أنه إحنا بنحكي عن تاي كنترول أوفر HTTP and HTTP testability، وقلنا testability ناجمة إنه إحنا الآن فصلنا مكونات النظام إلى أجزاء صغيرة ساعدنا في عملية التستنج الخاص في الابليكيشن. كذلك powerful routing system، وقلنا إنه هذا ساعدنا في الـ optimization search engine عشان يحصل على العنوان بطريقة سهلة. وكذلك حكينا انه هذا بيستخدم الـ API، هيساعدني من كتابة كود يخدم كل من تطبيقات الويب بالإضافة إلى تطبيقات الموبايل. والميزة الإضافية اللي هي احنا بنحكي عن لغات تسمى كروس بلاتفورم، بمعنى انه نستطيع كتابة الابليكيشن باستخدام ويندوز انفايرمنت، ولكن التطبيق للابلكيشن بيعمل تحت البيئات المختلفة، سواء كانت ويندوز سواء كانت لينكس سواء كانت اي او اس. وهذه طبعا تعتبر ميزة كبيرة جدا. سابقا كنا بحاجة لكتابة برنامج خاص بويندوز وبرنامج خاص بلينكس وبرنامج خاص الاي او اس، لكن طالما احنا بنحكي عن كروس بلاتفورم اذا الابلكيشن رن مع ديفرنت بلاتفورم. وحكينا كذلك انه اللغه اللي بين ايدينا تعتبر اللي هي اوبن سورس. طب هيك ناخذ بس شيء بسيط من التاريخ للغة اللي بين ايدينا. اول شيء الـ MVC عبارة عن كونسبت قديم او كفكرة قديمة او ثيوري قديمة، كانت في عام 1978 في شركة كبيرة تسمى سمارتوك بروجكت ات زيركس. وكانت في ذلك الوقت يعني كمفهوم الـ MVC غير مستخدم، وكانت عبارة عن فكرة، لكن انتشرت في الوقت الحالي أو في الزمن الحالي. الفكرة القديمة هذه لاقت استحسان من الديفلوبر، لاقت استحسان من الكوميونتي، بحيث أن المنطق الـ MVC أقرب للواقع في التطبيقات أو في الحياة العملية. قلنا التالي البيئة اللي بين ايدينا هذه user task take an action and represent the application change data model and deliver update to the view to the user. إذا الكونسبت اللي بين ايدينا عبارة أقرب للاستخدام البشري أو أقرب للاستخدام الواقعي. وبعدين web application combined بيحتوي على أو بيشمل كل من ال database، بيشمل HTML وبيشمل اللي execution code. واحنا رحنا مثلناها بالتالي: ال database مثلناها بالموديل، HTML مثلناها بالفيو، وال executable code مثلناها بالكنترولر. وبناء عليه اذا احنا بنحكي عن application بيحتوي على ثلاثة لاير، اللي هي اللايرز اللي بين ايدينا الام والفي والسي.
كذلك الاكستنسبيليتي، انه الان اللغه اللي بين ايدينا عباره عن مجموعه من الكومبوننت، والكومبوننت هذه اندبندنت، وكذلك اللي هي ويل ديفايند كاركترستكس. لذلك من السهل علي فهم الكومبوننت الموجوده في اللغه، معرفه عندي بطريقه واضحه جدا، وبناء عليه ممكن اعمل اكستنسبيليتي الكومبوننت بطريقه سهله. نتوقف عند هذه النقطه، ان شاء الله نكمل في المحاضره القادمه.